أمام مشارف مدرسة محمد علي عثمان، ما زال القتال متواصل، الأحداث جارية حتى الآن. إن شاء الله ما هي إلا لحظات قليلة سوف نعلن بيان النصر إن شاء الله من داخل مقر مدرسة محمد علي عثمان، ونطهرها من هؤلاء الحوثيين إن شاء الله. ما يؤخرنا إلى الآن هو وجود الألغام المنتشرة في داخل أحواش المدرسة وعلى محيطها، قذائف الدبابات المتكررة، قذائف الهاون. هذه هي أهم الأسباب التي تعيق تقدمنا، لكن بفضل الله عز وجل وبعزيمة الرجال المتواجدين الآن أمام محيط مدرسة محمد علي عثمان سوف ندخل هذه المدرسة. Yeah.